سيكون من أهم أهدافها رفع مستوى الوعي بمفاهيم الدولة المدنية المنشودة ومزايا التحول الديمقراطي، والعمل على تنفيذ حملات لكسب التأييد والدعم لبرامج إعادة بناء الدولة. حاولت أن أتلمس هذه الأولويات، وأيضا عندما نتكلم عن الثقافية بالمعنى العام لكلمة الثقافة والثقافي كسلوك وكنمط حياة وقيم ومسميات مختلفة، كل ما قيل عن الثقافة وكل ما كتب عنها هذا كمدخل لنصطلح على مفاهيم الورقة. تخلق عندنا في الساحة في ساحة التغيير بشكل عام، وخاصة في ساحة التغيير بصنعاء بالذات في الشهور الأولى للثورة، ثقافة الثورة الشبابية السلمية، ثقافة وجدناها وتلمسناها في الفترة الأولى، بحيث وجدنا هناك نقلة نوعية في سلوك وثقافة الشباب في الساحة والمنتمين إليها، وبثت روح من الرقي والسمو والألفة، مما أسعدنا وأفرحنا أنه في تآلف بين الحوثيين والإصلاحيين والاشتراكيين والمستقلين وحتى الشباب العاطلين وحتى الشباب غير المتعلمين، كانت هناك روح من السمو والرقي والتآلف، والآخر يشارك غيره في مشاكله وهمومه. أيضا هناك ثقافة الإنصات، كانوا يستمعوا إلى بعضهم البعض ويتحاوروا ويتناقشوا بشكل مفرح. هذه الثقافة ظهرت مع الثورة الشبابية السلمية، وكانت أيضا مؤشر جيد أنه شبابنا وأنه مجتمعنا قابل لأن يتبنى مثل هذه الثقافات، لولا المصالح التي تحكم أحيانا وتؤدي إلى تغيير مجرى السفن. يبدأ الحديث عن الأشياء فالأشخاص فالأفكار، وأعلى مستوى للرشد هو الأفكار. عندما نبتعد عن الحديث عن الأشخاص والأشياء ونتحدث عن فكرة وقيمة، نحن نكون تجاوزنا عن كثير من انشغالات الحديث حول الجزئيات. قضية الثورة وما رافقها وما سبقها وما لحقها هي لا شك كل الناس لم يخططوا لها ولم يرتبوا لها مسبقا، ولا هي اصلا عمليه انقلابيه بأي حال، هي عمليه فعل شعبي عام ثم تاتي التخطيط لاحقا. اثنين، التشكيل الكتله التاريخيه، العزيز الناضل الاستاذ محمد مقبلي وهو من الشباب الثوار تحدث عن تشكيل، اقترح تشكيل كتله تاريخيه. الكتله التاريخيه الحقيقه لا يقترح ولا تشكل، هي تتبلور نتيجة فعل وتراكمات، وهي الآن تتشكل. بالنسبة للأحزاب، الأحزاب السياسية، عندما نقول أحزاب سياسية، الحزب السياسي مظهر مدني متجاوز القبيلة ومتجاوز أشكال ما قبل الدولة. فإذا أنت واجهت الأحزاب في موقف قمعي، أنت الآن تعيد إنتاج الاستبداد والشمولية، لكن ينبغي أن يكون هناك ترشيد وتطوير لهذا الأحزاب. الأحزاب السياسية عندما خاضت أو انخرطت في العمل الثوري كان عملية تعجيل وتسريع للفعل الثوري. على كل حال هناك أخطاء من الأطراف كلها. نحن اليوم في مرحلة حوار وطني قادم، هذا الحوار الوطني أنا قلت أمس رأيي فيه، وقلنا إن المسألة إذا ركزنا في الحوار الوطني دخلنا على قاعدة القيم والأفكار لا على قاعدة الأشخاص والأشياء، سننجح إن شاء الله. شكرا. التي أعددتها تتمثل في محورين، المحور الأول العناصر المسلحة ووسائل الانتماء الاجتماعي، المحور الثاني مراكز النفوذ الاجتماعي وأيضا وسائل اندماجها في المجتمع السياسي. قال الله تعالى: قل سيروا في الأرض ثم انظروا كيف بدأ الخلق. المحور الأول حول الجماعة المسلحة، هذه الآية تقرر منهجا في التفكير وهو النظر في العوامل والملابسات التي رافقت نشوء أي حدث كان وساعدت على بذرته وصولا إلى ظهوره. إذا ما حاولنا يعمل هذا المنهج الفكري إزاء النشوء وتكوين العاصرة المسلحة، فإن الأمر يقتضي أن ننظر إلى الواقع الذي عاشته هذه المناطق التي ظهرت فيها العاصرة المسلحة، ذلك أن ظهور هذه العاصرة المسلحة بهذا التنامي وبهذه الخصوبة لم يأتي اعتباطا ولم تكن ردة فعل آنية، وإنما جاءت لتملأ فجوة كبيرة. تمثلت هذه الفجوة في غياب الدولة مطلقا، وأيا كانت دوافع هذا الغياب بقصد تهميش هذه المناطق أو بدافع الإهمال أو المبالاة من قبل السلطة، ذلك أن ما هو حاصل
في جعار مثلا امر ملفت للنظر، اذ كيف تحول المواطن الى متعاون مع العناصر المسلحه؟ ما هي الاغراءات التي حصل عليها المواطن هنالك؟ كيف اقتنع باقامه الدوله في قريه؟ من خلال ما نسمع ونقرا نجد لسان الحال لاولئك المواطنين يقول: اتاني هواها قبل ان نعرف الهوى فصادف قلبا فارغا فتمكنا. هذا من جهه. من جهه اخرى، لو افترضنا وجود الدوله، هل قدمت اثناء مستويات المسؤوليه تجاه المواطنين؟ ان الذي لمسه المواطن هو العكس تماما، تمثل في الاتي: تفلت امني، افقار وتهميش وظيفي، اقصى اداري، الاراضي البيضاء في الجنوب لغير ابناء الجنوب، تقرير باصره وهلال حول نهب الاراضي الخمسة عشر بينهم ثلاثة تقريبا أو أربعة من أبناء الجنوب والبقية من الشمال مثلا من المطبلين أو من قوة السلطان. هناك معاقبة الشرفاء، عزل القاضي الذي أصدر قرارا قضائيا بالحكم على أحد النافذين العسكريين نائب القاضي، أيضا إثارة النعرات المناطقية حتى بين زملاء السلاح. هذه التصرفات المشؤومة المقيتة اللعينة سميها ما شئت جرعت الغصة المرة، نموذج الفشل الجماعي للجيش، الاغتيالات ضباط الأمن السياسي وغيرهم أغلبهم من أبناء الشمال. وإذن السلطة حاضرة، ولكن حسب قول الإمام الشعبي التابعي لما سأله أحدهم: هل معاوية شهد بدرا؟ قال: نعم، ولكن من الجهة الأخرى. البطالة في الشباب، بعض المهتمين والمتابعين لهذا الأمر قدم لنا رقما مهولا حول الشباب المنخرطين مع العناصر المسلحة. هذا الرقم بلغ نسبة 83% موزعة بين شباب غير متزوجين ومتزوجون مهددون بالفشل الأسري وأبناء قيادات عسكرية ومهمشون إداريا. لا أدري عن دقة هذا الرقم، ما يهمنا هو أن الفقر والتهميش الوظيفي والإداري وغياب القانون وغياب التعليم إلى آخره هي عوامل وأسباب هيئت بيئة وأهلتها للنشوء وبلورة ثم ظهور هذا الوضع الذي يواجهنا. المنطقة الحرة والتعثر الطويل المريب، هذا المورد الهام في حل مشكلة البطالة إلى حد كبير. أين ذهب؟ كيف تحول الأمر إلى تكبيد خزينة الوطن؟ قرابة ربع مليار دولار دفعها المواطن اليمني عبر الجرعات السعرية القاتلة، تمت سلم المبلغ كتعويض لشركة. هذه الشركة كيف خسرت؟ ولما؟ ومن السبب؟ أخيراً في هذا المقام وفي هذا المحور، هل نكون قد كشفنا سراً إذا أضفنا أن عناصر أمنية كبيرة أشرفت ولا زالت تشرف على توجيه مسار العناصر المسلحة إلى هذا المنحدر؟ إذا سلمنا بدور هذه العوامل، ففي اعتقادي أننا سنكون قد اقتربنا من الحلول شيئاً فشيئاً. الحلول التي أظن تمثل الآتي: مشروع مارشال. دعونا نستعير هذا المفهوم. مارشال أحد وزراء واشنطن بعد هزيمة ألمانيا، والذي قدم مشروعه بأنه يجب دعم الدول المستفيدة من محاربة النظام النازي. نجحت الفكرة. نعم، نحن بحاجة إلى مشروع نهوض بأبناء الجنوب بصورة تفصيلية يتمثل أولاً: واحد، الجانب الأمني يتم تعيين قيادات وطنية لأجهزة مكافحة الإرهاب، قيادات وطنية لا حزبية ولا عائلية. ذلك أن العقلية التي صنعت المشكلة مستحيل أن تسعى للحلول، إما عجزا أو عنادا. خلق استضاف شعبي ناشئ عن توعية مكثفة شعارها الرفض لأي فكرة تفرض قوة السلاح، إيجاد خطاب وطني ديني متضافر، لعل هذا بدوره يؤدي إلى اقتناع بعض العناصر، بدليل أن بعضها مستجاب في جعار مثلا للوفد الشعبي وإطلاق بعض الجنود. دعوة هذه العناصر للتخلي عن السلاح وعرض مطالبهم في جو آمن وفي حرية تامة، تبني مشاكل الشباب في توظيفهم، إعادة المهمشين إلى وظائفهم، تأهيلهم حرفيا مهنيا تربويا علميا، إصلاح العوج الفكري من خلال الكشف عن وساطية الإسلام، ذلك عبر وسائل الإعلام حيث يتم طرح أفكارهم ثم مناقشتها من قبل الجماهير وفي مقدمتهم العلماء، إيجاد مصادر تمويل المشاريع الصغيرة، حملة إعلامية استطلاعات الرأي العام يدين الإرهاب ويقف مع المناطق المنكوبة الذي نكبت للعمل المسلح، التوجه الكاد والفوري نحو الطريقة الفيدرالية
بعد الفترة الانتقالية والحكم المحلي وأساس الصلاحيات، دعوة دول الجوار السعودية والخليج أن تقوم بتبني المشاريع الاستثمارية بجد، وهذا يعني أن على دول الجوار إعادة التفكير في تعاملها مع اليمن بعيداً عن عقلية التعامل خلال العقود الماضية، ذلك أن التعامل بما يتناسب مع المرحلة كفيل بأمن استقرار المنطقة. دعوة الرأس المال الجنوبي المهاجر لاستثمار في الجنوب شريطة إيجاد تسهيلات وحماية حقوقية اللاعبين الابتزاز. المحور الثاني وهي مراكز النفوذ الاجتماعي، هذه لها قدر ثقافية ضارية في أغوار التاريخ. من المعلوم أن مراكز النفوذ الاجتماعي في اليمن هي من القضايا الاجتماعية الثقافية الضاربة والمغلة في مسالب التاريخ، ولديها رصيد ثقافي تراكمي متعدد المنابع، لكنها في النهاية تصب في تكريس وترسيخ أبوية نفوذ هذه المراكز اجتماعيا، بل إنها في أحيان كثيرة لا زالت هذه المراكز تمثل كيانات سياسية تتفاوت أحوال وأشكال نفوذها حسب ظروف الدولة القائمة، تارة في حالة الند أو الضد أو الشريك أو سياسة أو إحدى العوامل المؤثرة على القرار السياسي في أقل الأحوال. هذه الطريقة أكسبت هذه مراكز النفوذ الاجتماعي دربة، مران، ذكاء، حساسية عالية، حتى أنها تصل في مرحلة من المراحل إذا وجد نظام مستبد فردي مهلهل تغيب معه هيبة الدولة تصبح مراكز النفوذ الاجتماعي تمثل حضورا أكبر وأقوى زخم اجتماعي، تكون هي المآل والمرجع المفضل للنزاعات الاجتماعية. الأحزاب السياسية، للأسف أن التعددية السياسية هي مظهر كما نعلم من مظاهر الدول المدنية، كونها تقدم نموذجا متقدما في التحديث السياسي، لكنها والمؤسف أنها قد تبنت الديمقراطية والتعددية والدول المدنية ولو بشكل نظري، لكن هل قدمت أدنى تأهيل أو تحديث لهذه المراكز؟ الملاحظ هو العكس، الرجوع إلى الخلف، ربما قدمت شيئا بسيطا، تكرست ترسخت مراكز النفوذ، أزدادت عنفوانا، مع تسليمنا بأن هناك عوامل عدة حالت دون تحديث هذه الأحزاب لهذه المراكز. السلطة اعتمدت مطلقا على مراكز النفوذ وهذا مثل عائقا ولا شك، غير أننا في هذا المقام لسنا بصدد مناقشة الأحزاب إذا تقصدها في هذا المقام، هدفنا هو تسليط الضوء عن عوامل ترسيخ مراكز النفوذ الاجتماعي. إذا سلمنا بما سبب أننا قد أنفسنا أمام قضية معقدة تستدعي الوقوف أمامها بمسؤولية وطنية تنطلق نحو البناء وترسيخ الدول المدنية. قلنا جماعة مصلحة قبل دقيقتين. من خلال معطيات الواقع يمكن تقسيم مراكز النفوذ الاجتماعي في اليمن إلى نوعين. مراكز النفوذ الاجتماعي هي نوعان. من وجهة نظر الورقة، أولاً الفئة الأولى وهي أقرب للاندماج الاجتماعي، بل بعضها مندمج بدليل غياب الشخصانية والأبوية والتوارث داخل هذه المراكز، ذلك أن جميع مكونات هذه المراكز يرون أنفسهم أصحاب نفوذ وأنهم جميعاً في مرتبة واحدة، وبإمكان أي فرد فيها يصبح ذا نفوذ بحسب تفانيه وتعاونه مع محيطه ووضعه الاجتماعي. هذا النوع من مراكز النفوذ يمثل أكثر المحافظات، فهو متواجد في المحافظة الجنوبية عدا الضالع، كما يتواجد في تعز وإب والبيضاء وحديدة وعتمة ووصاب السافل وريمة وغرب حكة، ويمكن إضافة جزء من مارب نظرا لارتفاع نسبة التعليم بين أبنائه. النوع الثاني من مراكز النفوذ الاجتماعي يمثل مناطق شمال الشمال بصيغة أوضح، يبدأ من جنوب العاصمة وينتهي بقصر حرب سفيان، ويدخل فيه المحمودية وحقة والجوف ومارب وعمران ويدخل فيها الضالع. هذا النوع المتمثل في مناطق شمال الشمال يمثل غصة سياسية عبر التاريخ، كيانات سياسية شبه مستقلة، قد يعترف ذوي النفوذ بالسلطة لكن في النهاية يختزلها في شخصين. سنرى الاندماج لهذه المراكز. وسائل الاندماج تمثل في الآتي. سمعنا عن موازنة رهيبة، سمعنا عن موازنة طروحات مجلس النواب للبشيخ. المقام إذن طالما وقد فرضت بهذه الطريقة، هناك رؤية. تقول الرؤية يمكن سن قانون ينظم هذه الشريحة ويكون منتسب هذه الشريحة جزءا من جهاز الضبط القضائي، ويسري عليها ما يسري على أجهزة الضبط القضائي، وتكون هناك رواتب مجزية كأي وظيفة عامة. كما يشتمل القانون شرط أساسي على مبدأ المساواة بين أبناء مكونات هذه المراكز، وأن تخضع مواقعهم للتدوير
ويمنع فيها الاحتكار والتوريث، وإنما تكون كأي نقابة أو منظمة من منظمات المجتمع المدني. شرط لازم حتى تنجح هذه الفكرة، لابد من إشراك أبناء دم المراكز في وضع التصور لكيفية الدم. أمر آخر وهو الوسائل: التوجه الجاد للدولة والحكومة نحو الاستقرار، الاهتمام بالمعيشة والتعليم، الأمن والقضاء أسبقها، البدء بالبنية التحتية كطريق، كهرباء إلى غير ذلك، تفعيل الموارد الاقتصادية أهمها الموانئ ومقدمتها المنطقة الحرة، المقهى ميناء حضرموت، تسهيل المعاملات وتبسيطها على المستوى القدمي رسميا وغير ذلك، بحيث لا يسمح لصاحب أي نفوذ أن يتدخل في هذا المقام، إيصال الخدمات العامة إلى الريف كأدنى شيء، وحدة صحية في المناطق البعيدة، مشفى ريفي على مستوى المديرية، إصلاح المنهج التعليمي إلزامي في المناطق النائية، تشجيع المبرزين والأكفياء، إتاحة المجال أمامهم للانطلاق إلى أعلى المستويات بحكم التخصص. باقي نقطتين لكل محترم وكريم. من يريد البقاء في طائفة الضبط القضائي فعلى الدولة أن تعمل معهم كموظفين، سرعة البث القضائي في المحاكم الشرعية كما التطوير من أبز عام لتكديس هذا النفوذ، التوظيف لمن أراد أن يتوظف من أبناء النفوذ يخضع لمعايير أدنى بحسب الشهادات ومعايير أسفل لكي يهتموا بأنفسهم، إشراك مراكز النفوذ الاجتماعي في التجارة داخليا وخارجيا كفيل بأن يجعل ذوي النفوذ من أكبر الساعين إلى تحقيق الدول المدنية، ضرب المثال الفكري والثقافي والاقتصادي الناجح من واقع بيت هائل سعيد مثلا. هائل سعيد هل خسر حينما ترك القبيلة واتجه للتجارة أم نجح؟ إن المتعارف عليه أنه من أكبر المؤثرين في صناعة القارئ إذا شاء. قبل الأخير، إصلاح تشريعات الدولة بدءا من عضوية البرلمان لابد أن يكون مؤهلا، وكذا بقية القوانين لابد أن تراعي التأهيل العلمي. الإسراع بقانون القيمة النسبية مع اختيار الشكل المناسب للقيمة بما يتلائم مع التوجه، إذ أن القائمة النسبية ستبقى الصراع من الشارع إلى إطار تنظيمي. عدم تركيز أبناء مراكز ذوي النفوذ الاجتماعي في جهة محددة، وإنما يجب توزيعهم في جميع مراكز الدولة. تصفير المشاكل وإطفائها في مهدها، التنبيه إلى خطورة تقديم العرف الظالم على الشريعة والقانون، تكثيف منابع السلاح الثقيل وفقا لخطة عشرية، دعوة تجار السلاح إلى تغيير تجارتهم، الحد من استيراد السلاح الخفيف، ودفيف المصادر التي تستفيد منها. وشكرا جزيلا.